ذكرني بقصة مرة كنت في الحج وكنت أتحدث يومين عن القرآن أفسر بعض الآيات فجاءني أحد الدكاترة ممن طبيب أسرة مع لغة إنجليزية وحافظ القرآن الكريم ممن أوغلوا بعمق في البرمجة العصبية حتى أنه درسها في الخارج. طبعا بعض هذه علوم تطوير الذات بعضها مقبول وجيد وجميل وصراحة نقرأ في كتبها وبعضها وصل لدرجة أنه تعدى حتى الحدود الشرعية. يقول فمرة كنت أدرس عند واحدة اسمها دارما فقالت أنا بين فترة وفترة إذا رحت لبعض الدول الإسلامية أسمع صوت أهازيج، فقالت أسمعينها في وقت متفق أو مختلف؟ قالت لا مختلف. قال هذا القرآن. قالت أريد أن أسمع القرآن، ممكن توديني المسجد؟ قال لا ما يصلح، طبعا هي متبرجة وكذا. قال لا ما يصلح كذا. قال طيب. قال أنا أقرأ عليه القرآن. قال طيب نروح الغرفة تقرأ القرآن. قال لا ما يحتاج غرفة، في الصالة هنا في البهو. يقول فأخذنا زاوية، يقول أبو سلمان أنا في الطريق تذكرت وش أقرأ عليها، ما ذكرت إلا سورة النجم. سورة النجم قوية وبسببها سجد الكفار قريش، تذكرون قصتها؟ يقول فعندما أخذت أقرأ عليها أخذت ترغي وتزبد، ويقول وانقلب، والله أبو سلمان كان يشير الفرشة حمراء، يقول إن راح وجهها مثل هذا الحمر. يوم خلصت قفزت قالت not invisible وكذا، طبعا ما تعرف اللغة الإنجليزية، تعرف invisible؟ لا حركنا بلا السوي سخطيت سخطيت جاءها سخونة. الشاهد قالت غير معقول، هذا نوت أظن نوت هي يمين أو كذا يا أبو نايف، يعني غير بشري. ما صدقت. يقولوا بعدين دخلت في البرمجة، يقولوا رأيت أنا تركت البرمجة اللي هي الحدود المتجاوز فيها بسبب إيش؟ يقول بسبب رؤية رأيتها هي دار ما هذا. يقول رأيت، تعرفون السيرك اللي تمشي عليها بكفرات وكذا، يقول كأنها هي بعد البوابة، البوابة يقول ما لها جدران وتقول لي تعال، يقول أنا أمشي أبطيح أبطيح أبطيح. يوم قربت عند البوابة هذه انفضتني الكهرب وكنت أنا أسقط. في رؤية ثانية سقطت أنا واحد معي، سقطنا من جبل كبير كان يطالع فيه، قال وش معنى؟ قلت معنى لا إله إلا الله. يقول بعد أبو سلمان ما أخذت أتعمق في البرمجة العصبية، وهذا يشير إلى أثر القرآن الكريم. ومنها لفتة إلى ما أشار إليها أبو هادي وأبو نايف في قضية تلقي الصحابة والاستجابة للقرآن الكريم. مرة فتحت ملف اسمه استجابة الصحابة رضوان الله عليهم للقرآن الكريم، كيف كانت؟ يعني كانت مجرد أن الآية تنزل يستجيبون مباشرة. عندما نزل قول الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابة وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله أو نحن محاسبون بما تحدث به أنفسنا، كلفنا من الجهاد ما نطيق. قال وتريدون أن تقولوا كما قالت اليهود والنصارى سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله عز وجل التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. استجابة. عندما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق على مصطح من المال وتكلم في عرض عائشة فقال والله لا أعطيه مالا أبدا، فأنزل الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى يا رب والله لا أعطينه. استجاب. عندما نزل قول الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر، طلق عمر وطلحة ما كان من في عصمته من النساء الكوافر. استجابة. عندما نزل قول الله عز وجل فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، كانت ثقيف ترابي قريشا، فلما نزلت هذه الآية قالوا لا طاقة لنا بحرب ربنا وتركوا بقية الربا. استجابة. عندما نزل قول الله عز وجل أحسنت، عندما نزل قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت عائشة ما رأيت مثل نساء الأنصار ما هو إلا أن نزلت هذه الآية حتى عمدت إحداهن إلى مرطها المرحل فشقته فتجلببت به فخرجن كالغربان. استجابة.
عندما نزل قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا سالت سكك المدينة بالخمر والذي في فمه شربة مجها استجاب. الله أكبر. عندما نزل قول الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فلغنا أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن كان معقل بن يسار قد زوج أخته فطلقها زوجها فلما انقضت العدة جاء يطلبها قال تتركها بعد أن تنتهي العدة والله لو زوج ولا تعيد لك ولا أعيدها لك. فأنزل الله هذه الآية قال سمعا لربي وطاعة بل أزوجه وأكرمه استجابة واستجابة واستجابة واستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالاستجابات حياة. الله يبارك فيك جزاك الله خير.